أرى أن حكاية الأقوال لا سيما في الفتوى الموسعة وفي البحث العلمي وفي المسائل العلمية ولو كانت مفردة أن يحكى فيها الخلاف وأن تذكر الأدلة الأخرى ما دامت المسألة اجتهادية. المسائل الظاهرة لا تحكي الخلاف فيها، وأما الباقي لا تحمي رأي شيخك ورأيك ورأي المجتمع وكينونة معينة تعيش فيها، تحميها بعدم ذكر الخلاف. الذي نتج ما هو حين فعلنا ذلك؟ الناس تفاجأوا بعد التحولات من عام تقريبا كم 16 البث الفضائي، من عام 16 ثم جاءت طوفان وسائل التواصل الاجتماعي، صار العالم قرية واحدة. لا تقول لي أن أحافظ على اتجاه فقهي في بلد، الأمر انتهى. فلا تقول أنا أحمي هذه الكينونة الموجودة وهذا التوافق الموجود وهذا السلم الاجتماعي في القضايا الشرعية والفتاوى تأتي عليك كل يوم تنقض قولك وتبين ضعف حجتك الشرعية الفقهية في هذه المسائل. الوضع تغير. ومن ذلك أيضا أن يلتزم شخص في فتاواه أنا على رأي فلان، أنا على رأي فلان، تمثل حقبة من الثبات والقوة والنقاء، ثم يأخذ برأي فلان في حساباته الإلكترونية وفي مواقعه بعد وجود متغيرات هائلة جدا في المصالح، في المفاسد، في الحاجات، في الضرورات، يصعب فيها أن ننزل قول الفقيه اللي فقط من 50 سنة فقط أو 40 سنة أن تنزل على هذا، بل أقل من ذلك. أرى أنه من البث الفضائي ثم جائحة وسائل التواصل الاجتماعي صار متغيرات هائلة، فإذا بتستحضرها أنت تظلم. ولهذا قال ابن القيم والقرافي رحمة الله تعالى عليهما إن الأخذ بأقوال العلماء السابقين في القضايا التي تبنى على العرف، هذه قاعدة واحدة، ولا الأعراف المتغيرات كثيرة، يقول ضلال في الدين، لأنك تأتي بأشياء قيلت في زمن معين وفي أوضاع معينة ثم تنقلها إلى أوضاع متغيرة تحتاج إلى فقيه لتنزيلها، فأنت تظلم الناس إذا قلت نهجي أن أعيد تكرار أقوال الأئمة والفقهاء في أماكن لم يعالجوا فيها الإشكالات الطارئة في الوقت الحاضر.